دلت مصادر التاريخ بأن دور الشباب المتحمس في تأطير الثورة التحريرية قد تم امتدت جذوره قبل اندلاع الثورة التحريرية، وهذا من خلال تأسيس المنظمة الخاصة، هذه المنظمة التي أسستها ثلة من المناضلين المتحمسين للكفاح المسلح بعد قناعتهم بأنهم فرنسا الاستعمارية جاءت بالقوة فلا أن تخرج إلا بها. ومن الأساس يعني دائما نشرك الطلبة والشباب من أجل الاستماع للمجاهدين ولتصريحات المجاهدين ولشهادتهم الحية حتى نمد جسور التواصل بين جيل اليوم وجيل الأمس الذين صنعوا مجد هذا الوطن وهذا الأمة، حتى نشعر هذا الجيل يعني جيل الثورة بعظمته. وبالتالي ما يمكن أن نقوله أن الشباب مطالب اليوم بالاقتداء بالمجاهدين والأخيار الذين دافعوا عن هذا الوطن ببسالة وإخلاص، والاقتداء بالشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل تحرير هذا الوطن. ذلك أنه لابد أن نعي ويدرك الشباب بأن هذا الوطن أمانة ثقيلة على أعناقنا، فلنجعل من هذا التاريخ ومن هذا الوطن بالنسبة لشبابنا أعظم كنز فاخر به الأمم وتعتز به الناشئة. طبعا نحن كأساتذة نسعى دوما أن نوثق ونمتن العلاقة بين الشباب أو جيل الثورة وبين جيل الحالي، طبعا وذلك يعني دورنا يكون في أننا دائما نحاول أن نقدس الثورة المجيدة، وبجعل دائما أن تاريخنا نجعله هو الأساس، تاريخنا هو هويتنا. وبالتالي نحن كأساتذة طبعا دائما نمتن هذه العلاقة بين الشباب وبين وطنهم من خلال يكون ذلك من خلال الدروس، الأعمال الموجهة، مثلا الورشات التي نقوم بتنظيمها في على مستوى الجامعة، وأنه طبعا الشباب بدون تاريخ ليس له مستقبل. وبالتالي كذلك يعني في مجال البحث العلمي دور الجامعة يبقى أساسي، فتبقى هذه العلاقة دائما مستمرة، ذلك من خلال الملتقيات الوطنية التي يتم تنظيمها، من خلال الندوات العلمية. في إطار إحياء ذكرى أول نوفمبر الذي يعتبر عيد الثورة الجزائري، طبعا الشباب اليوم يعتبر مستلهما لتحديث هذه الذكريات، مثل مثلا يقوم بتعزيز هذا الوعي الوطني، وكذلك يظهر بشعوره بالانتماء لهذا الوطن. طبعا هذا الشباب اليوم يقوم بعدة احتفالات، عدة تظاهرات، منها الاحتفالات ومناسبة الذكرى الوطني أول نوفمبر التي يعرفها كل الشعب الجزائري. وأنا كطالب جامعي نأمل أن نطور ونحاول أن نطور بلادي في جميع المجالات، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية أو سياسية مهما كان. وكذلك إن شاء الله يا ربي نأمل أن بلادي نرفع علامها في المضامين العالمية ونشرفها، ويكون للجزائر اسم في مختلف البلدان العالمية.